طيب ايه اكتر الاصابات اللي ممكن تتعامل معاها جراحات الوجه والفكين وتجيب فيها نتائج يعني هائله؟ لانه انا سمعت ان نتائج الجراحات دي هي نتائج مبهره جدا، وممكن زي ما انا قلت في مقدمه الحلقه انه شخص تغير حياته بشكل كبير جدا نتيجه اللجوء لهذه الجراحات. طبعا احنا لا يخفى علينا كمية الحوادث الفظيعة اللي بقت موجودة صحيح. نتيجة الموتوسيكلات وسواقين الدليفري والحاجات دي. في الحقيقة يعني انا عندنا في مستشفى الشيخ زايد التخصص على سبيل المثال بيجي لنا حالات كتيرة جدا جدا، يعني مش عايز اقول لك يعني عشرات الحالات كل يوم بسبب الموتوسيكلات دي. يعني الحوادث هي حوادث بيحصل فيها طبعا هي من اكتر الحاجات اللي ممكن تعرضنا لمشاكل في الوجه في والفكين. كسور الوجه والفكين طبعا بتبقى نتيجة حوادث، اكترها هي الحوادث بتاعت الطرق يعني يعني خاصة الموتوسيكلات، الموتوسيكلات بالذات هي يعني في الحقيقة يعني كثيرة ينتج جدا جدا عنها جدا. اصابات قوية جدا. بالظبط، لانه هو هو اللي الطريق راكب اللي راكب الموتوسيكل ما هوش محمي باي صحيح شيء، صحيح. فحوادثه بتبقى كتيرة جدا وخطيرة، وحالات كتير جدا فعلا بنفقدها نتيجة حوادث الموتوسيكلات دي. فطبعا بيتبعها او بيبقى فيها ايه طيب حالات كتير جدا من كسور الوجه والفكين وكده. طيب خلينا نتكلم يا دكتور على انواع الاصابات اللي ممكن يتعرض لها الشخص نتيجة الحوادث دي. يعني انا اتخيل ان هي اصابات خطيرة جدا. طبعا طبعا ايه انواع الاصابات الى اللي ممكن جانب تحصل؟ بالنسبه لتخصصنا احنا يعني طبعا عندنا الفكين وعظام الوجه، عظام الوجنه وعظام العين وعظام الجمجمه، كل ده طبعا حاجات خطيره وبتحصل كتيره جدا جدا مع الحوادث اللي بحكي لك عليها دي. فطبعا المفروض ان جراح الفم والوجه والفكين هو اللي بيتعامل مع القصور دي كلها. طيب اول ما بيدخل الشخص اللي متعرض للحادثه، اول ما بيدخل اكيد بيدخل على الطوارئ. وبيدخل الطوارئ فعلا في الاول، وبتوع الطوارئ بيكشفوا عليه وبيعملوا له الاشعاعات، وخصوصا الاشعاعات المقطعيه في كل الاماكن اللي هي مفترض ان كلينيكال بيبقى باين ان فيها كسور او كده. وبالتالي احنا بعد كده بناء على الاشعاعات دي والكشف الاكلينيكي بنحدد هي العظام المكسوره فيها، وبنحدد العمليات اللي المفروض نعملها يعني. طيب ايه اشهر الاماكن اللي ممكن تبقى معرضه للاصابات نتيجه الحوادث الخاصه بالطرق؟ يعني العظام المشهوره جدا او في الوجه، يعني ايه اكتر الاصابات في الوجه اللي ممكن تؤدي لمشاكل كبيره جدا وتغيير كمان يا دكتور في شكل الوجه المريض نفسه؟ في الحقيقه اول او اكتر حاجه الوجه والعظام يعني اكيد اكتر حاجة بيحصل لها كسور في عظام الوجه والفكين طبعا الانف اول حاجة نتيجة بروزها وضعفها في يعني نفس هي الوقت. دي اكتر حاجة اكتر معرضة حاجة للاصابات بالظبط في كده، الوجه. يليها الفك السفلي وبعدين يليها عظام الوجنتين وبعدين الى جانب العظام الاخرى زي الفك العلوي على سبيل المثال برضو. طيب دي اكتر الاماكن المعرضه بالظبط، لكن للاصابه. كل العظام معرضه انها تتكسر، وعظام برضو الرقبه نفس الكلام ممكن يحصل لها فراكشر، ودي خطيره خطيره لانها ممكن تؤدي للوفاه. ممكن تؤدي الى الشلل الرباعي. صحيح بالظبط كده. طيب هل التدخل بعد الحوادث او التعرض للحوادث دي لازم يبقى تدخل فوري، ولا احنا ما ينفعش نتدخل بشكل فوري؟ يعني في حاجات ممكن نرجئها شويه لبعض الوقت لاسباب حياتك هتقول لنا عليها دلوقتي، وحاجات لازم نتدخل بشكل فوري عشان يتم اصلاحها، لانه لو قعدت اكتر من كده هيبقى اصلاحها في نوع من انواع الصعوبه مثلا. لا هو في العموم التدخل الفوري مش دايما ما بنبقاش محتاجينه قوي في عظام الوجه والفكين، الا اذا كان في خطوره على حياه العيان. يعني في بعض الاماكن بيبقى فيها كسور ممكن تؤدي الى انه المجرى الهوائي يتقفل. يعني على سبيل المثال لو كسر في المنطقه الاماميه من الفك السفلي من الناحيتين، فالمريض ممكن يبلع لسانه فيقفل المجرى الهوائي، وخصوصا انه لو العيان
مش في الوعي الكامل. فاقد الوعي. بالظبط كده. فالحاله دي طبعا لازم بسرعه بسرعه لازم نثبت المنطقه الكسر دي عشان يعني نفتح مجرى الهواء. ممكن يتخنق ودي اصابه ممكن تؤدي للموت. بالظبط كده. الوفاية. كمان الفك العلوي نفس الكلام. فبرضه بتبقى محتاجه تدخل سريع عشان نرجع العظمه مكانها عشان نفتح مجرى الهواء. لكن العلاج الحقيقي غالبا بنأجله شويه لغايه ما الورم اللي بيحصل دايما بعد القصور يزول، وبعدين بعد كده نقدر نتدخل، يعني في خلال اسبوع او حاجه يعني يكون الورم ده راح نقدر نتدخل. يعني في بعض الاصابات بعض الاماكن ممكن ينتج عنها مثلا تورم، فبالتالي انا ما اقدرش اتدخل مباشره، والعظام دي متورمه او في حاله تورم، لانه انا ممكن اعمل هي مش العظام اللي تتورم، هي فندم هي الانسجه اللي حوالين العظام. بالظبط كده. ولكن لكن حتى في بعض حتى احنا ممكن يا دكتور نقع وقعه معينه ونلاقي مناخيرنا ورمت. بالظبط كده يا فندم. لكن في بعض الحالات الثانيه بقى برضو في الحوادث اللي هو التهتك بتاع الانسجه الرخويه بتاعه الوجه، دي لازم تتعالج في اسرع وقت ممكن، يعني مش بعد 8 ساعات، يعني في اول 8 ساعات لازم التدخل لاصلاحها عشان ما يبقاش فيه اسكار او مشاكل فيها بعد كده. فاسرع وقت ممكن. تهتك الانسجه الرخويه. بالظبط كده. ايه هي اللي بنقول عليها السوفت تيشو؟ يعني الانسجه بتاعت الوجه. طيب حضرتك قلت الاصابات مثلا الخاصه بالانف ممكن في عظام الانف دايما. في عظام الانف بالظبط كده. ممكن ينتج عنها تورم. مظبوط. التورم اللي احنا اي حد فينا حتى بيتعرض لخبطه مثلا بيلاقي زي ما انا قلت مناخير ورمت. بالظبط. او الفك اللي تحت مثلا اتكسر بتلاقي ورم. طيب او في اي حته يعني. الورم اللي بينتج ده يا دكتور، لانه حضرتك قلت لي لا ده مش من العظام نفسها، ده من الانسجه اللي حوالين العظام. يعني لما بنلاقي حصل بروز مثلا في عظمه الانف نتيجه وقعه، وبتحصل كتير على فكره للاطفال مثلا. انت قصدك بروز يعني ازرقت ولا؟ اهو انا لسه ممكن تحصل حاجتين، يعني ممكن طفل مثلا تحصل كتير قوي لاولادنا يقعوا مثلا من مكان مرتفع، يقعوا من على سلم، يقع من على سرير الولد، وبعدين يحصل اصابه، يحصل بروز في شكل الانف او كسر في عظمه الانف. كسر ويحصل او انحراف. زرقان او انحراف. بالظبط كده. وبعدين يحصل في المنطقه دي او في المكان ده زي زرقان. اولا الانسجه هنا بقى وتورم. طبعا. طيب هنا بقى الانسجه هي اللي تورمت ولا العظام هي اللي حصل فيها مشكله فبالتالي حصل الكسر ده؟ ما هو حصل ان العظام اتكسرت فعملت تهتك في الانسجه والانسجه هي اللي بتورم. طيب الزرقان اللي بيبقى موجود الزرقان ده نتيجة نزيف داخلي بيحصل نتيجة الكسر وتهتك في الأنسجة فيحصل نزيف. فالنزيف الداخلي بيبان تحت الجلد باللون الأزرق اللي احنا بنشوفه ده. طيب